واحصد فقط عقول. ويا مال ويا مال يا مال ويا مال ويا مال ويا مال ويا مال. ضليت يا صاحبي مثل المضيع هلا، ضليت يا صاحبي مثل مضيع هلا. منقبل على صحبتي، منقبل على صحبتي، لا مرحبا لا هلا. قل لي زماني، قل لي زماني، الردي الضيم تستاهله، الضيم تستاهله. شربت ربعي عسل وارتووا من منهلي، وارتووا من منهلي. او يا مال او يا او يا مال او يا مال يا مالي يا مال. ما شفت راحة ابد، ما شفت راحة ابد من ناس لا من هلي. طعناتي 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 من دنيتي ترادفا من هلي، طعنات من دنيتي، طعنات من دنيتي ترادفا من هلي. واللي وهبت العمر شح وقطع من هلا. او يا مال او يا مال او يا مالي او يا مال او يا مال يا مال يا مال يا مال. صدق تحكي؟ هذا اللي صار. يعني صلاح؟ ايه صلاح مو غيره. من يصدق؟ استاذ صلاح تطلع منه هيك طلعه؟ يعني اذا صدق صلاح هيك مسوي فصدق هاي امان خلقها طويل. اليوم حكايتها مو خاليه. غريب والله انت تعرفه. الشغله مو يمك بس البنيه. شبيها البنيه مفهميها شي بالغلط. حسبه كبيره شني ما ادري بس حسبه مسيطره على راسها. غريب شنو القصه؟ شلونكم شباب؟ اليوم عشيناكم عشاء زين او على حسابنا، بس منا وهيج عشاكم وعيشتكم على غيرنا. يلا اتوكلوا. Thank you.
ربي أريدك مثل ما بردت قلبي، تبرد قلب ست مالي وترجع لها ضحكتها مثل الأول وأكثر. أنت على نيتك أم حيدر. ليش؟ وشن اللي صار؟ دم أبوي، دم أبوي اللي انقتل بين يدي. وقتها ما أعرف شو أسوي، أبكي لو أصيح، ما أعرف. يا عم دعوف السبحة وخليك وياي، كمل لي شنو اللي صار. ورا ما رجعت منا البيت أبوها ما قدرت تحكي له اللي صار وياها هنا. كل اللي قالته إيه؟ المكان ما عجب، وأبوها كان مريض عنده علة بقلبه. بس هذا حكيها ما يموت الديرة وما عاجبتها، هاي شغلة ما تقتل بنادم. إيه صحيح، بس الأستاذ اللي الناس كلها تعرفه أبو قلب الطيب وأبو الغيرة ما خلى الحال على حاله. قصدك صلاح؟ إي صلاح. يوم اللي أبويا كان قاعد بالصالة دا يقرأ، ورا ما رجعت بكم يوم منا، وقتها ألو؟ أي نعم، أنا أبو أمالي. تفضل، منو حضرتك؟ منو؟ مستحيل، ماكو شيء. بنتي أمالي؟ صلاح؟ منو صلاح؟ ألو؟ 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 أمالي؟ أمالي؟ خير بابا، اسم الله شبيك؟ ليش هيجي؟ ليش هيجي بابا؟ شكو؟ أنا ربيتك أحسن تربية. خير بابا؟ ليش هيجي بابا؟ فهمني بس الموضوع. صلاح؟ صلاح قل لي كل شيء. لا 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 بابا، أنا ما أفهمك. لا امتحت بابا الله يخليك بابا، أنا أفهمك أبو سيدي. لا بابا بابا اسمعني بابا بابا بابا. وقع الرجال والوقعة وقعة وقطع النفس وانطا كمانته. صلاح؟ اي هو اللي خابر ابوها وقال له بنتك اجت للولايه ويا واحد غريب وهي تتطوطح. معقوله؟ هذا اللي صار وهذا اللي جرى، والجرح كبير ولهذا السبب خلقها طويل وثارها مو شيء لو تنطق بنص الولاية، لا ثارها شيء لو تطقها ولاية بوجه كتال أبوها، وثارها بس الله اللي يدري شلون راح يصير. ثاري من عنده راح يكون سالفة، سالفة الولايات كلها، إلا أخليهم يحرقون جثة قبال عيوني. واللي يرضى يرضى، واللي ما يرضى غصبا ما عليه خلي يرضى. سمعوني زين، اللي راح أذكر اسمه يتقدم خطوة لي قدام، مفهوم؟ جبر،
جبر، جريمة قتل، وشروع بالقتل، ثم اقتحام مسلح. عبد الله، تهريب حشيش، اغتصاب تحت التهديد بالسلاح. منو ليل؟ ما أدري ليش ما أقدر أصدق. صلاح، ما أصدق. أنا هم كنت مثلش ما أصدق، أشهر طويلة ونفس حالتك. كنت أقول مو اللي يسوي هيك، بس شنو؟ من رجعت انطيته فرصة، وقفت قباله وانطيته فرصة حتى يدافع عن نفسه. سكت وبس، لأن جريمته عقدة لسانه. يجوز صلاح حاله حال الناس كلها ساجدة مثل الطفل من يشوف لعاب تبيد غيره. أقرب فرصة يحاول يحصل عليه، وإذا ما حصل عليها يدمره يفلشه. صلاح مثل الطفل. كنت أعز أمنياته بيوم من الأيام. لحد هذه اللحظة، أي لا تطالي هيك، لحد هذه اللحظة، إذا أكو لحظة أتمنى أختصر بها كل حياتي، هي لحظة شوفتها حتى لو من بعيد. هذا الحكي جديد، أول مرة أسمعه. أنا أحبها لأمالي، بس من كان ما عنده فلوس. يلا هسه المرة تزوجت واحد لازم يقدر ظرفها بعد. ليش هسه؟ ليش ما قلت هذا الحكي من زمان؟ السالفة مو جديدة، قصة طويلة. بليلتها، ليلة اللي دخلنا أنا وعزيز الولاية، توهم إنه أنا مو إله، فصارت أمنيته مستحيلة، فصار لازم يدزها للعدم حتى يقدر يعيش. تدرين ليش؟ ليش؟ صلاح يقدر يعيش ويا ذكرى، بس ما يقدر يعيش ويا المستحيل. حتى يقدر يعيش لازم يتخلص من هاي الذكرى وينهيها نهائيا. يعني شلون؟ يقتلك؟ ولهالسبب اتصل ببابا، لأن كان يعرف إنه بابا يعاني من أزمات بالقلب، وإنه ما راح يتحمل هيجي صدمة، ويعرف كلش زين إنه أنا ما عندي أحد، لا أب لا خال لا عم، وبالتالي ما راح أقدر أعيش من دونه. وفعلا بعد وفاة أبوي جديات ردت انتحر. تتذكر ورا ما طلعت هي من الديرة الفضيحة قبل بداية السنة الدراسية، اجيتك وقلت لك أنا أريد أروح عن البغداد شوية أغير جو. هي أتذكر، وأنا شجعتك. أي رحت لها للبيت حتى أعتذر منها وأخطبها من أبوها وأرجعها مرفوعة الرأس لهنا قدام كل واحد سائلها. البيتهم؟ البيتهم. بس رحت لها كانت متأخرة، جيران قالوا لي أبوها مات وهي تزوجت وراحت لغير بيت. وتزوجت عزيز. وعزيز هو الرجال المصوب اللي إجا وياي بذيك الليلة على أمل إنه ينقذه. بعد ما صفى أمور عزيز ويا الناس اللي حاولوا يقتلوه، إجا البابا حتى يخطبه. أنا رفضت، ظليت رافضة هذا الموضوع على أمل إنه ألهمه. كان أهم شيء بحياتي هو إنه أنتظر صلاح بعد وفاة بابا. ظليت بحالة حزن وأحباط، ما كان قدامي غير شخص واحد عزيزي اللي وقف وياي، وانتشلني من الأحباط والانكسار والحزن اللي أنا بيه. خطبني،
تدري شنو كان مهري في وقتها من عزيز؟ قتل صلاح بس بطريقتي. كل الاستثمار اللي تشوفيه بالمدينة خصوصاً بالولاية هي لتوفير السلاح حتى أقتل صلاح بيه. ومن جيت للولاية هنا حتى أتعرف على الناس اللي راح توقف وياي وأتعرف على زينها وشينها ومنو راح يكون وياي ومن اللي راح يكون ضدي. صلاح لعنة. تدري شنو أنا همي الوحيد بهاي الدنيا هسه؟ هو الانتقام. انتقام من صلاح. انتقام من شخص دمر حياتي كلها. وكل اللي قاعدة تشوفيه بالولاية الاستثمار من كل شيء. ولتوفير السلاح حتى أقتل صلاح طريقتي. ولهذا السبب رجعت من كسر. حب الأمالي صار أحسن شيء بحياتي كلها. وقصتي وياها شلون ما تنتهي أنا راضي بيها. حب إلها مو عبث، لا، قدر. قدر ولازم نعيشه خلاص. والهروب منه ما يفيد. قدر ولازم نعيشه. والدنيا لها تصاريفها. وأحلى تصاريف من أشوفه أنا مالي. أشوفه حتى لو عيونها مليانة حقد علي. يقولون النهر مو نفس النهر لأن الماء يتبدل. بس أنا لا. أنا نفسي ما راح أتبدل. وراح أبقى أشوفها مثل شوفتي الأولى الماء النهر. ما يتبدل. يلا أنا أروح أنام. ساجدة صدق. هذا الموضوع ما أريد أي أحد يدري به. عندي ثقة بيك وحكيت. صار. تصبح على خير. وأنت من أهل الخير. ما أصدق. ما أصدق اللي جاي أسمعه. صدق اللي تقوله الست صدقه، لأن النفس اللي يصعد راح ينتظر أمرها حتى ينزل، ومثل النفس مقامات الناس، اللي يصعد بأمرها واللي ينزل حدر الوطية أما بأمرها. صلاح لا تشلب بالموتى يومين وتخنقك ريحتهم. ما شاء الله، خوش مجموعة. تروح لكم فدوة منظمة حقوق الإنسان. قعدوا، حرك. شوفوا لك أنتوا، أقل واحد بيكم راح ينحكم مو أقل من 10 سنوات. هذا إذا ما متوا من الجوع راح تموتون من الجرب بالتوقيف، صح لو لا؟ أو عليه هناك حمامات، جابيكم ملابس، فوتون تغسلون، تلبسون ملابسكم، ترتبون وتتعشون، وراها تاخذكم السيارات لبيوتكم. بس سواد الليل، بس الفجر تاخذكم السيارات وتجيبكم لهنا، مفهوم؟ بالمناسبة أكو ظرف لكل واحد بيكم، مو لكم هذا، تاكلون سم، هذا العوائلكم. نعم، أنا اللي يشتغل وياي لازم عائلته تكون مريشة مرتاحة. بس خاف واحد يريد يروح منا منا، لو يصير الآخر الدنيا راح أوصل له، واللي راح نوصل له ما حد راح يشفع له. فهمتوا؟
الكوب شنو القضية؟ اللي فهم خليه يفهمني، ترى أخوكم مثل الأطرش بالزفة. هذا منو؟ شوف صار مثل ما وصيتك، ذولا أريدهم ولد ليل، أريد قلوبهم ميتة. أي واحد شايف نفسه فيهم أكثر خشمة، ويتلوق لك أكرمه وداري صارم. ذولا يريدون يعيشون بصيتنا، دامت؟ تأمر أحسب لهم أيام وتلقاهم على المرام. عافية، قوي قلبك، أريدك كلش كلش. دقيقة دقيقة، صار لكم ساعة تحشون كل شيء ما افتهمت. دقيقة افتهمتوا شيء؟ تريد الصدق؟ ايه؟ انا كل شيء ما مفتهم. صدق والله؟ والله. اي هم زين افتهمت انه انت ما مفتهم شيء. هاي شنو؟ بعدكم واقفين لمكاناتكم؟ معذوري؟ ظاهر وسخ سجن ساد اذاناتكم. يلا تحركوا على الحمامات، وقعوا لوسخكم، ما مخليكم تسمعون زين، يلا تحركوا. جانا السستر وجانا الخير ان نحلم بيه، وجانا السستر جانا الخير ان نحلم بيه، جانا السستر جانا الخير ان نحلم بيه. اي والله اي هاي المواد اذا دست بيوتنا جانا الخير ان نحلم بيه. اي جانا الخير ان نحلم بيه. امشوا وياي امشوا وياي. طيب وين؟ لا تجي السيارة واحنا بعدنا ما واصلين، خلنا نروح للبحر ومن نرد بيك خير وحمل. كان الخير نحلم بيه. اي لا قول تلفزيون وتلداجه وفير النش والدجاج. تلفزيون وتلداجه وفير النش والدجاج. قولك هذا حامد. السلام عليك. عليكم السلام. هلا بحامد. هلا بحامد. هذا الشاي عمي. شيل شايك شيله. وقت من تبو تزوري تاكل راس باكر. ايه كان عليها حسر راس الهامور. وقت تعبان. ايه اللقمة كبيرة صارت لها. ايه بعد صار بيدها الدلة والقهوة. ليش هي بغت اكل قهوة؟ عمي ما مسوي قهوة، أسوي لك شاي؟ شوف هذا البطران شريب وأنت ما عندك عقل؟ تو خدني ثرته، أنا أروح أدور لحسن. أنا ما مصدق صلاح يسوي هيك. بوي أنا هم مثلك ما مصدقة، بس البنية متأكدة، أبوها قبل لا يموت قال لها صلاح هو اللي اتصل بي. لا لا لا، أكو شيء إحنا ما نعرف بي. أكو شيء أنا ما أعرف. بويا شبيك بويا بويا اقعد هنا اقعد ارتاح بويا ارتاح استفز عالوادم يجوني. لا لا بويا ماكو شيء ماكو شيء بويا شويه قصها وتروح بويا ارتاح هنا بويا ارتاح اقعد اقعد. هذا هو الميناء وهاي مركبنا، واللي مو يعني ما راح يلحقنا. والله المال سلطان، وسلطان هاي الديرة ما لها أمان. على كيفك على كيفك. شرب هذا الحامض شوي وصر زين. إن شاء الله إن شاء الله تصير زين. شوي تعب وترجع أحسن الأول.
مبين علي مخسوس. منو غاثه؟ لا ما حد غاثه. واحنا نمشي ظل قلبه يوجع بلاي سبب. انت روحي للبيت احنا يمه. بس هو مو بس ابوك، ابونا كنا واحنا اخوتك ان شاء الله. اخذي جهالك وروحي للبيت، يلا توكلي توكلي. روحي بنتي، يعني الحمد لله ما بي شيء. روحي يا ابو دالي. لا تقول لي البضاعه ما وصلت. لا استاذ، شو هالحكي هذا؟ البضاعه وصلت وهسه دا ينزلوها بالمحلات. شالعت شنو؟ شو قاعد مسترخي؟ الحقيقه انا جيت اسالك ايش وقت نبدا بالعمل، يعني ايش وقت نبيع. هاي نكته تبيع ابو دالي ما عندهم فلوس حتى يشترون. خلينا بالبدايه نترس جيبهم فلوس، خليهم يتوهمون انهم ما عندهم. خليهم يباعون ويتحسرون، واريدك تمشيهم على مرامنا مثل ما احنا نريد. صار يباعون ويتحسرون، واريدك تهتم بطريقه عرض البضاعه. اريد اللي يباوع يكون ينعمي. صار وعيونك وعيونك لا اعميهم عمي. مالك ملعب ويانا إلنا البيت وبيبان. أرد مالك ملعب يانا وإلنا البيت وبيبان. أرد مالك ملعب ويانا وإلنا البيت وبيبان. ولك هاي صدق بلوة، وكان نشوف بلوة هاي العالم راح تصير من ورا لسانه. نهجم بيتك، نهجم بيتك من مرة. ما صدق هاي فد وحده؟ اه على كيفك صديق شذب لسانك، قدر بالك عليه. هاي معطيه معود، هاي حرمه على قد عقلها. ليش هي غريبه عليك ومعطيه انت ما تعرفها؟ عمي هي بس معطيه ما اعرفها، طلعت الكل ما اعرفهم، الخوال والعمام والاهل الكل طلعوا غربه. بس على قولتك بقت عليها. وين؟ وين رايح؟ موصلت لك على شاي؟ شوية وارجع أوصل للرصيف. هاي السالفة ما بها بس يبيع لي اياها احسن ما يطقهن الملح وهم بيس الشرط، والفلوس اللي طيتهم اليه الغرض المساعدة لا اكثر ولا اقل، لان الاستكراب اللي عندي انا ما بحاجته، اللي عندي بعد ما طاقنا الروج. عبالها انا سمكة ابو شلامبو ولشان سكن لا انصات ولا انوكن.
سامع اليوم، ما تقول لي سامع، كأنك فرحان. صار لك كم يوم ما عاجبني، حرف تلقاه حرف بحوافرك. ايش بيك يا ديرة الطلايب أهواي؟ يا هي من هنا الحارقة قلبك، ما أدري. شو نسوي؟ أكل 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 بعد أمك، أكل أكل. شو نسوي؟ افرح افرح افرح، حقك تفرح. ايش بيك؟ شنو الامور مو تمام؟ كل شيء تمام مثل ما تريد. عافيه. استنى شوفوا، احنا ما خطأنا بحق واحد. من البداية قلت لكم اللي ما يعجبه يرجع لمكانه، واللي يعجبه أهلا وسهلا به. العفو أستاذ، صدقني إحنا ما كنا ندري هو ناوي على هيشنية قشرة، ولا واحد من عندنا كان يدري متعب ناوي يشرد. اللي يخطأ لازم يدفع ثمن خطأه، إذا مو اليوم باكر، وإذا مو باكر بعد شهر. جيبه. حضرته يريد يفلت من بين يدينا ويعوف الولاية وينهزم بالفلوس اللي انطيناها اياه. احنا زرعنا عيون بكل مكان، هنا وبالمدينة وبآخر الكون. اي واحد يريد ينهزم اجيبه لو راح الاخر الدنيا، راح ازرع بيك مرض ما الى اي علاج، ولا يقدر اذكى طبيب بالعالم يفتهم عليه. عبد طيب شيلو شيلو يلا برا. مع ذلك اللي يريد يبقى ويانا اهلا وسهلا، واللي ما يريد السياره بالباب ترجع المكان وين كان حتى ياكل الجرب. استاذ احنا سلاحه بيدك، بس وجهنا نوصل بارود بلايا بارود. مع ذلك فكروا زين، لأن بس أطلع من الباب خطوة وراها اللي يفكر غير تفكير ما راح يلقى نفسه. اتهمت ولا لا؟ هسه يجي صارم ويعلمكم شو تسوون. اريدكم كلش كلش. اوجتنا سيستر، اوجعنا الخير وياها. اوجتنا سيستر، خلنا غسل ايدي. أوجتنا السستر، أوجعنا الخير وياها. أوجتنا السستر، يا نعمة الله الواسعة. شو نعمة؟ شو
شنو هذا الماي؟ غير خير من الله. أو جاتنا السستر وجانا الخير وياها، وجاتنا السستر وجانا الخير وياها، وجاتنا السستر يا الله وجانا الخير وياها، أو جاتنا السستر أو جانا الخير وياها، أو جاتنا السستر أو جانا الخير وياها. خاتم عطية يا هلا. شني جابوا لنا السستر المستوصف؟ هلا بزينة البنات. هلا بيك يا مستوصف. خالة خالة قولي جابوا لنا مستشفى، مستشفى تغسل الفقر والضيم اللي احنا بيه. ايه ما صار؟ نعم بس صدق استاذ، احنا اذا عطينا عبرة المنوم شلون راح يموت؟ راح يموت، وهاي ناس قتلهم الوهم. مو مهم، بالليل تودوا المركز شرطة وأنا راح أتصل بمفوض راضي وفهمه شلون يتصرف. فهمتك وياهم، أريدهم يطلعون من جوا إيدك مضبطين. بعد اللي شافوه ما ظل راح يتعبون، انضبطوا من قاحهم. صارم العالم لتركض وتريد واحد يضبطها، فهمت؟ ما قلت لك يا يما فضيله، يا بعد روحي انت ايش كثر مبخوته. قلي لي مبخوته هواي، انت انخطبتي منه وامالي فكت السواقه مالاتها منه. انت بس ما شاء الله بيتك ينترس احسن الغراب، بس كوني شويه حليمها يطبق ويا ست امالي. عتبه البيت سمعتها يا خاله، ومن طول عمرنا بيوتنا احسن البيوت. ايه ما قلت الا الصدق يا بعد بيتي، ما قلت إلا الصدق. بس عود أنا شو أقولن؟ أقولن لو شوية خطيبك حليم يغير شغله، جا أدري هسه هو مالك غير أنور يشتغل وياه، جا هو أنور إيش عنده جير خفت؟ هي هاي الشغلة يا دوبك اللي يشتغلها، يا توكله يا ما توكله. حليم خوش زلمة وكل الزين يعرف ويا من يشتغل وين مصلحته. خوش خالتي؟ أقليت خالة. قولي يا خالتي. خالة اللي قابل الموقد يتلقى طفارة، ويا خالة هذا موقد كبير وطفارة ما يرحم. شوفي اللي ما يشتغل وياها ما يلقى له خبزة بالديرة كلها. أنا المهم قلت لك وأنا بعد ما علي. خالتي خالة روح أجمع لك البيضات من القفص وارجع. هلا اخوي صباح الخير. هلا 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 ابو معطيه. اقول لك اخوي كان حامد وين؟ ام حامد مقابله جبله وصلي. اي خليها تذكر الله، كان واحنا عندنا احنا ما عندنا غير الله. اي الله كريم. اقول لك اخوي هاي الشبكه مزقه ما اظنها تعينك على الصيد، بدلها. معطيه الجود من الماجود، لو بي اشتري جديد اشتريت، بس ايش اسوي الامور تعبانه وقاضينها بهذه. الله كريم. اي والله اخوي حقك، ما حكيت الا الصدق، هي هاي الدنيا تعب. بس عود انا اقول خيطها شبكه مزقه. الله كريم معطيه. الله كريم. اي الله كريم. الله وين صرت خاله؟ خالص. اي بعد خالتي ايش قلت خاله حلوه. هلا ناخذيها وياك لبيتكم، انت شغله بالديره اقضيها واجي عليكم امور اخذين واروح للسوق. ماشي خالتي براحتك. خوش خاله. وجتنا السستر وجانا الخير وياها، وجتنا السستر وجانا الخير وياها، وجتنا السستر وجانا الخير، اودعناكم وجتنا السستر وجانا الخير وياها. عمي ابو حامد انا اروح، محتاج شيء؟ لا بنيتي ما محتاج شيء، رحم الله والديك. يلا مع السلامه. الله وياك.
كيفاش انتي؟ هلا يا شكرية. هلا، ايش قد صار متانيتك؟ حقك علي. اي ايش اسوي؟ ويا هديك وهدي دجاجات الملم بهالبيضات. اكيد شكرية. بلا حكي زايد سوالف ومشينا نحضر الغداء. يلا حاتم، بديت اختنك، خاف تخوني اعصابي واروح اصفي حسابي بايدي. لا 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 لا، هدي اعصابك، لان هيك ما راح نربح اي شيء. هو بلا شيء ما دور دم مني. تقدرين تعتبري ميت. من أقبل على صحبتي لا مرحبا لا هلا. قل لي زماني الردي الضيم تستاهله، الضيم تستاهله. شربت ربعي عسل وارتووا من منهلي، وارتووا من منهلي. يا مال ما شفت راحة أبد من ناس لا من هلي. طعناتي من دنيتي ترادفا من هلي. طعناتي من دنيتي ترادفا من هلي. واللي وهبت العمر شح وقطع من هلا. او يا مال يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا